السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت الشيخ، ازي حضرتك؟ الو، اتفضل. إلى قناة بنت الشيخ، ايه هي أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة لمن لم يذهب للحج؟ أعظمها الإكثار من ذكر الله، ثم سائر أعمال المعروف، لكن أعظمها وأجلها ذكر الله، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذا صح عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما.